السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في قناتنا على اليوتيوب بيت الجده. معاكم النهارده دكتوره اميره الديوي، وهنتكلم في محاضره النهارده عن النياسينامايد. ما هو النياسينامايد وليه بنستخدمه في مستحضرات التجميل او في التركيبات التجميليه، وكمان ايه هي اثاره الجانبيه؟ النياسينامايد ده عباره عن شكل من اشكال الفيتامين بي 3. الفيتامين بي 3 له فوائد كثيره جدا للصحه والجسم الإنسان ككله، كمان له فوائد في علاج بعض مشاكل البشرة. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في محاضرة الأساسيات على فوائده بالنسبة للبشرة. ليه بقى بنستخدم النياسينامايد، او ايه هي فوائده بالنسبة للبشرة، وليه بنستخدمه في التركيبات التجميلية؟ اول حاجة، النياسينامايد ده له دور مهم جدا في افراز السيراميد. السيراميد ده عبارة عن مادة بيفرز زي الجلد، بتعمل كحاجز بيمنع تبخر الماء من طبقات الجلد، فبالتالي بيحافظ على رطوبة البشرة لفترة طويلة. تاني حاجة، ليه دور في إنتاج الكيراتين الخاص بالجلد، وتقدروا ترجعوا لمحاضرة تركيب الجلد عشان تعرفوا الكيراتين بيفرز منين بالظبط في الجلد وإيه هي وظائفه. ثالث حاجة، بيقلل من الالتهاب، يعني هو يعتبر مادة مضادة للالتهاب، فبيقلل الالتهاب اللي بيحصل في البشرة وبيقلل كمان الاحمرار بتاعها. كمان له دور في قبض المسام، المسام الواسعة النياسينامايد بيساعد على تقليل حجمها وبيجعل البشرة تبان سموث وناعمة مفيش فيها بورز واسعة. كمان بيقوم بتنظيم افراز السيبم سكريشن، بيساعد على تنظيم افراز الدهون بتاعه البشره، فبالتالي بيقلل من دهنيه البشره بالنسبه للناس اللي بشرتها دهنيه. زي ما احنا شايفين هو له دورين، بيساعد على الحفاظ على ترطيب البشره، وكمان بيساعد على تنظيم افراز دهون البشره، فبالتالي هو مناسب لكل انواع البشره. بالاضافه كمان هو زي ما احنا ذكرنا بيقلل من الالتهاب والاحمرار. مش بس كده، لا ده كمان بيحمي البشرة من الآثار الجانبية للأشعة فوق البنفسجية الضارة للبشرة، وكمان ده بيخليه يساعد على علاج الآثار الكلف وكمان البقع اللي بتنتج عن التعرض للشمس، يعني بيساعد على علاج الهايبر بيجمنتيشن والميلازما. كمان هو مضاد أكسدة قوي، فبالتالي هيساعد على حماية البشرة من الشوارد والفري راديكالز. ده طبعا برضو هيخليه يساعده ان هو يدخل في علاج الحبوب الناتجة عن التهاب. في بعض الناس بيبقى عندهم الحبوب ملتهبة قوي او محمرة، فيها ألم، فيها احمرار، في التهاب، استخدموا مثلا منتج مش مناسب ليهم، حطوا ماسك او حطوا ميك اب مش مناسب ببشرتهم، فبدأت تظهر لهم حبوب ملتهبة، فده هيساعد على علاج هذه الحبوب والتقليل من اثارها الجانبية. كمان هو له دور في تحسين افراز الكولاجين في البشره. طبعا لما بيحصل تحسين افراز الكولاجين في البشره، ده هيساعدنا على علاج الخطوط والتجاعيد الصغيره اللي موجوده في البشره، فبالتالي احنا ممكن كمان نستخدمه في السن الصغير لترطيب البشره والوقايه من التجاعيد المبكره. طيب، بعد ما عرفنا فوائد النياسينامايد او نيكوتينامايد للبشره، عايزين نعرف بقى بنستخدمه في ايه، يعني لما بنحطه في تركيبة تجميلية بنضعه لإيه الهدف من استخدامه. إذن فما هي استخدام النياسينامايد، أو ما هي استخدامات النياسينامايد في المنتجات التجميلية؟ رقم واحد، علاج التصبغات الجلدية والكلف. رقم اتنين، علاج الخطوط الرفيعة والتجاعيد الرفيعة في البشرة، وكمان الوقاية من التجاعيد المبكرة. رقم 3، بنستخدمه لتقليل المظهر السيء للمسام الواسعة وقبض المسام. رقم 4، بنستخدمه لترطيب البشرة. رقم 5، بنستخدمه لعلاج الإكزيما وبعض حالات الجلدية ناتجة عن جفاف البشرة. كمان بنستخدمه لعلاج والوقاية من الحبوب وتنظيم الإفرازات الدهنية للبشرة بالنسبة للبشرة الدهنية. بعد ما عرفنا فوائده واستخداماته، لازم نعرف احنا بنستخدمه على اساس ايه، او ايه هو التركيز اللي احنا بنستخدمه او بنضع بيه النياسينامايد في التركيبة التجميلية الخاصة بينا. النياسينامايد بنستخدمه
بتركيز 5% فيما أقل، يعني الماكسيمم بتاعنا 5%. طيب عايزين مثال يا دكتورة عن التركيزات واستخداماتها. طبعا التركيبة بنضع فيها النياسيناميد بالتركيز المناسب للاستخدام اللي احنا عايزين نستخدمه، تمام؟ مينفعش ان احنا نحط التركيزات كده او بنزود التركيزات او بنعمل التركيبة كخلطة يعني بدون تركيزات وبدون نسب، لا لازم النسبة تكون مظبوطة يا جماعة عشان ما نعانيش من اثار جانبية نأذي بيها العميل بتاعك او البيشنت بتاعك. مثلا لو احنا هنستخدمه لعلاج الاكزيما، تمام، بيستخدم بنسبة 2%. طب لو احنا عايزين نستخدمه بقى لعلاج التصبغات الجلدية والكلف وترطيب البشرة والكلام ده كله بنستخدمه بنسبة مثلا 5%. يبقى 5% لعلاج الهايبر بيجمنتيشن والميلازما. وطبعا النياسيناميد بنضعه دايما في السيرم مع الهيرونيك اسيد، لان الهيرونيك اسيد بيساعد على امتصاص النياسيناميد، يعني لازم دايما بنحط النياسيناميد مع الهيرونيك اسيد في السيرم في التركيبه التجميليه بتاعتنا عشان بيساعد على امتصاصه. بس النياسيناميد يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين ان هو له استخدامات كتيره جدا ومفيد في علاج حاجات كتيره جدا للبشره. هل هو الحل السحري؟ يعني هل لو احنا حطيناه كده في المنتج بتاعنا هل الحاله مش هتعاني من اي مشاكل ولا في سايد افكتس ليه؟ لا طبعا، مفيش حاجه في الدنيا زي ما ذكرنا قبل كده غير لما ليها اثار جانبيه. حتى الماء لو احنا استخدمناه وشربناه بكميات اللي احنا المفروض نشربها بيها البشره بتستفيد منها والجسم ككل، لكن لو شربناه بكميات كبيره فطبعا الجسم هيتخلص من الفيتامينات والمعادن اللي فيه، فطبعا دي مشكله. فبالتالي النياسيناميد طبعا له اثار جانبيه زي اي حاجه ربنا خلقها. النياسيناميد في بعض الناس لما بتستخدمه بيبتدي يحصل لها allergic reaction، بيبتدي يحصل لها تحسس او حساسيه، ده لان النياسيناميد بيحفز الجسم على افراز الهيستامين، فبالتالي ممكن يحصل تحسس او حساسيه. طيب لازم نعمل زي ما احنا ذكرنا قبل كده اي حاجه، مثلا لو انتم في مركز طبي او في بيوتي سنتر او وات ايفر، او حتى الحاله بتشتري منكم حاجه، لازم طبعا بنذكر وبنكتب على الليبل بتاعه المنتج اختبار الحساسيه. ازاي؟ ناخد السيرم بتاعنا او انتم عايزين تتاكدوا ان مفيش حساسيه بالنسبه للكاستمر بتاعكم، بتضعوا بعض القطرات على الايد بتاعه الحاله، تمام، وبتسرقوها فتره من الوقت قد تصل الى 24 ساعه. لو ما حصلش التهاب، تحسس، احمرار للمنطقه، هرش، اي حاجه من دي، اذا فالحاله ما بتعانيش من allergic reaction ضد النياسيناميد، فممكن تستخدمه بمنتهى الامان وما عندهاش مشكله. طب لو الحاله بقى حصل لها التهاب او احمرار في الجلد، فالنياسيناميد او التركيبه اللي فيها نياسيناميد غير مناسبه لهذه الحاله. ما ينفعش نقول لهم طب خدوها وخدوا معاها حاجه للحساسيه، لا. طيب يا دكتوره، هل النياسيناميد او التركيبه اللي فيها نياسيناميد دي هتبقى التركيبه السحريه اللي احنا لما نستخدمها الحاله اعتقد ان البشره بتاعتها بمجرد ما تحطه بقت يعني زي الفلتر كده بتاع الكاميرا؟ لا، مفيش حاجه في الدنيا بنستخدمها البشره بتطلع يعني واو بعدها. لازم اي حاجه فيها سكين كير روتين، اي علاج بناخده لازم بناخده للفتره المحدده عشان نشوف نتيجه. فبالتالي لما بنستعمل سيرم في نياسيناميد او اي سكين كير روتين، الحاله بتبتدي تلاحظ تحسن من خلال من 4 أسابيع لـ 8 أسابيع. هيلاقوا طبعا ان البورز او المسام اللي موجوده دي بتبتدي تنقبض، هيلاقوا في نعومه ونضاره في البشره، وهيلاحظوا ان في تفتيح في البشره. ما تصدقوش يا جماعه الفيديو اللي يقول لك تفتيح البشره في 24 ساعه استمرار السنين هنعالجه في ساعه، يعني ما كانش الاساتذه الكبار الدكاتره واستشاري الجلديه والتجميل يعني بيعانوا مع الحالات في الجلسات وعمالين نخترع في ميزو ثيرابي واجهزه ليزر وغيرها. الموضوع مش كده خالص، موضوع اي حاجه بياخدها منك العميل بتاخد وقت، اي منتج بناخده وبنستعمله بياخد وقت، حتى المضاد الحيوي بياخد وقت.
فبالتالي دي نصيحة مني ليكم، لما تدوا لحد برودكت ما تقولهمش ان النتيجة هتظهر في خلال 24 ساعة، في خلال اسبوع، الكلام ده كله لا يا جماعة. المدة المحددة لاستخدام المنتج المكتوبة على العبوة والتعليمات التزموا بيها عشان تجدوا النتيجة ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من محاضره النهارده. هتكون ان شاء الله المحاضره باللغه الانجليزيه على الموقع الالكتروني نفيس.com، واللغه العربيه على الموقع الالكتروني بيتجده.com. هتلاقوا المحاضره مكتوبه بالتفصيل بالنسبه للناس اللي ما بتحبش تسمع الفيديوهات او حابه تحتفظ بالمحاضره مكتوبه. كان معاكم دكتوره اميره الديوي في محاضره النهارده. دمتم بخير حال وحفظ الله احبائكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.